اقول لكم سر كده، خلاف داخل مجلس اداره نادي الزمالك على مين اللي يجي. هل بارو اللاعب الجامبي اللي بيلعب في اهلي جده واسمه مودو بارو، ولا اللاعب مشلاك اللي بيلعب في احد السعودي؟ خلاف في الاداره. تخيل. طب والجهاز الفني وجوميز معلش الكلمه دي غريبه بالنسبه لي، الجهاز الفني. لا، في الناس منقسمه، نجيب مودا بارو ولا نجيب مشلاك؟ وجوميز ايوه يقال ان مش عايز، يعني انا مش عارف لغايه دلوقتي المعلومه الحقيقيه بالنسبه لجوميز، لان كان معلومتي ان هو عايز مشلاك، فما اعرفش بقى دلوقتي عايز مودا بارو ولا انا مش عارف. بس هو الخلاف الاثنين على فكره بيلعبوا طرف، يعني الاثنين نفس البوزيشن، جناح يعني، البوزيشن يعني. عكس طبعا ارون مكان مين؟ ايه؟ مكان شلبي مثلا ولا زيزو؟ مكان شلبي وزيزو، يعني بيلعب لهنا لهنا. انت جايب التجاي اللعيبه يعني مكان شلبي اكتر، تعمل مشاكل مكان شلبي اكتر. يعني شلبي هيمشي؟ معقول؟ لا موجود. ما هيحصل مشكله بقى، اللي هو بيقول لازم اسيطر سيطر. طب ما انت عندك عمر فرج وعندك سيف الجزيري في نفس المكان، عمر فرج الفلسطيني، وعندك اسامه ابو علي اللي موجود دلوقتي. هيجيبوا اجنبي، النادي الاهلي هيجيب الراجل عايز راس حربه اجنبي لانه هيلعب في خمس ست بطولات. تمام. ايوه ما يقدرش يعمل حاجه اللي جاي ولا اللي موجود. لان في اداره بتاخد قرارات. ايوه وانت عارف. لا انا قصدي هو ليه بيجيبه في البوزيشن، لازم انا بقول له لازم يكون عندك اثنين وثلاثه بس مش اجانب، يعني ما بيبقاش في نفس البوزيشن اجانب. يعني على الاقل الثلاثه، يعني الثلاثه هيبقوا اجانب. ما هو كده اهو، سيف والاثنين اللي جايين. كويس. سيف الجزيري وعمر فرج. لا عمر فرج مش اجنبي، عمر فرج فلسطيني، واسامه ابو علي مش اجنبي، بس هو في الحقيقه ان هم مش مصريين. يعني وصل صوت النادي الزمالك، احنا عايزين مدافعين. بجد والله الزمالك عايز مدافعين مش مهاجمين. طبعا والله العظيم طبعا. نادي الزمالك داخل السنه دي فيه اعتقد اكتر من 20 هدف ولا اقل، ما انا مش فاكر. الزمالك بقاله سنتين ثلاثه عنده ازمه في الحته الدفاعيه، ما عندكش، مش هجومي خالص. واوعى تستنى الونش، انت عايز اثنين ثلاثه زي الونش. بيقولوا ان جوميز عايز مودا بارو عشان خاطر هو مقتنع بيه اكتر من مشلاك، ويقال ان عضو مجلس اداره لا عايز مشلاك عشان مودا بارو ده كان متعور طول الموسم اللي فات وما لعبش ماتشات كتير، فهو مش مقتنع انه يجي وهو ما لعبش ماتشات كتير. ومعرفش عضو مجلس الاداره ممكن يكون كابتن احمد سليمان مثلا، الله اعلم يعني، بس هو لان هو الوحيد المشرف على فريق الكوره يعني. لكن لكن هو قناعة الاداره ان مودا ورجع وكان ما لعبش. خالد بتاعت الراجل، الراجل هو النادي الاهلي بيعمل ايه من خلال مين؟ حتى لما كان مسافر ويسيب له قرار، بجهز له ناس وبدي له قرار. رضا شحاته ادينا القرار، يقول لك هات. على فكره الراجل مش عايز زيكو، ما كانش زيكو براحته هو ما عايز هاتو. محمد علي دي ما بقاش عايز يفوت حاجه، فمش عايز يعمل حاجه استثنائيه ان انا يبقى عندي حته ناقصه. بس انت عندك انتقالات شتويه على فكره بعد شهرين ونص ثلاثه، يعني الناس انا بشوف كاس العالم للانديه في شهر 6. معلش انا اسف، احنا الاهلي خد كام بطوله السنه اللي فاتت؟ خد دوري الابطال وخد الدوري المصري وخد كاس الوحيدة مصر. خد كاس مصر اللي هو خرج، هو اللي سابها وخرج. لا وخد كاس مصر للزمالك. انا اقصد ان هو في النهائي اللي في السعوديه، اللعيبه اللي معاك دي بتحقق كل اللي انت عايزه. انت عايز تامن تمام حلوه، بس خلي بالك ده دي فلوس كتير قوي بتدفع، ملايين الدولارات. يعني الناس مش واخده بالها ان الموضوع عايزينه، مش عايزينه، عايزين ده كل ده ارقام. كل ده ارقام، وده مجلس اداره بيحاول يشوف الانسب للمكان وبيعمله. فانا شايف ان الموضوع اللعيبه اللي موجوده كويسه جدا، ممكن يبقى محتاجين كمان مهاجم تسعه، يبقى اثنين اقوياء، دي حاجه مهمه جدا للاهلي. انا عايز اعرف يا كابتن خالد، يعني الحته دي انا ليه اجيب زيادات؟ انا عندي نقص ايه لازم اجيبه؟ وده دي اللي هتهدي للفرقه، مش ان انا اجيب كم بس وخلاص. وزي ما انت بتقول سيبك الفلوس، انا دلوقتي عندي كم اجنبي؟ اربعه السنه دي ولا خمسه؟ في ده في معلول لسه موجود لا يعني القرار دلوقتي خمسه، انا اجيب احسن خمسه عندي اللي هم يعملوا لي طفره ان انا اكسب. بالظبط مش اسيب مثلا الباك ليفت مثلا او اسيب السرد باكين وانا عندي ازمه في الحته دي. هي يا كابتن المشكله في الاهلي، انا وجهه نظري يعني، ان هم عندهم احنا عايزين الجمهور الاهلي بدا يوصل ان الليفل ده مش عاجبنا. عايزين نروح الليفل بتاع اوروبا اكتر. ليفل اوروبا ده
انت بتتكلم في ارقام بس واخده واخده يا حبيبي. اه بالظبط يعني يوم في يناير ما هو معلش ما انا دلوقتي الاهلي هجيب كل صفقاته هيجي في يناير. آه. السوشيال ميديا تقول لك انتوا مش هتجيبوا لعيبه في يناير بالظبط يعني كان ما بيفتح باب القيد لازم اجيب لعيب حتى لو عندي. لا انا بقول لك الطموح وصل ان انا بادئ الليفل ده مش عاجبني. انا عايز اوصل لليفل باب اوروبا اجيب لعيب من اوروبا يلعب عندي. ما دي برضو ارقام صعبه قوي. السكواد الزمالك مناسب وقوي يقدر يضاهي لو في محل ينافس الاهلي في السوبر الافريقي او في كاس النخبه. ايوه بس يجيب اللعيبه. انا مثلا سمعتك بتقول في لعيب اوعى تصدقه ما اعرفش اسمه ايه اللي هو ارون بوبيز. ملوش كلمه الافريقي ده. ايوه انا جاي بقى اقعد في قلق. صح يا كابتن ولا بدايه مش كويسه. ايوه اللعيب اللي يمضي لك ويتفق على الفلوس وما يجيش. ده من الواضح كده ان هو مش ملتزم. شكرا. طب لا ليه ما سألش عنه؟ ولو جالك انت ما بتضمنش ان هو يعمل كده برضه معاك. هو متعاقد اصلا ممكن يسافر ويسيبك ممكن حد يقول له. فالحاجات دي